situation is quite dramatic from that sense in terms of terrorism. Person of the AU Peace and Security Council for the month of December. As well as the Institute for Security Studies. Excellencies, the discussion for Thank you. ربما الظرف الدولي الحالي خلافا لما قد يفكر البعض يعطي القارة الإفريقية هامش مناورة أكبر من أي وقت مضى، وربما إجابة وهران على هذه التساؤلات كلها أنه نعم للقارة الإفريقية الرغبة والإرادة والإمكانية في رفع هذه التحديات و في فرض وجودها كفاعل قوي، كفاعل لديه من القدرة على الخلق والابتكار والاقتراح ما يجعله يؤثر إيجابا على مجريات الأمور على الساحة الدولية.